أهلا وسهلا فيكم معنا أحد أو إحدى شابات فرقة شابات الصلت للفنون الشعبية اللي كانوا عم بدبكوا معنا من بداية احتفالنا لليوم. صباح الخير ست رزان المصري. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. أهلا رزان. نحن كنا عم نحضركم من الصبح، كتير حركاتكم حلوين ورأسكم كتير حلو. عارفينا بفرقتكم؟ طبعا قبل ما أعرفك بالفرقة بالبداية بدي عايد على جلالة الملك وعلى الجمهور، على الشعب الأردني كافة بالأعياد، بمناسبة الأعياد الوطنية وعيد الاستقلال، والله يديم الأمن والأمن الأمن والأمان علينا، ونظل دائما نحتفل بهذا العيد المهم بالنسبة لنا في ظل الراية الهاشمية. رزان، أنت بنت الصلت وفرقتكم بالصلت دائما بتتدربوا، ولكن شاركتي أو بتشاركوا كتير بفعاليات عالمية بأوروبا، بالعالم العربي، حتى بجنوب شرق آسيا. احكي لي، لما تسافروا بتمثلوا الدبكة الأردنية والرقص الشعبي الأردني، شو بتقدموا؟ كيف بيكون ردود فعل الناس بهالمحلات اللي مرات يمكن مش كتير مألوفة لهم الموسيقى تبعتنا؟ هلأ بالبداية فرقتنا تأسست عام 1994 بتضم 30 فتاة ما بين راقصين وعازفين على آلات الموسيقية وكرة. شاركت الفرقة بصراحة بالعديد من المحافل، يعني على مستوى المحلي والعربي والعالمي. هلأ ردود الفعل، يعني أنت لما بدك تطلعي، سوري ما بنتمثل اسم الصلت، عم نمثل اسم الأردن طبعا. وحتى دائما بتوجدي هذا التعطش اللي هو لحتى يعرفوا التراث الأردني، حتى الموسيقى الأردنية تحسي التعطش لما بتبلش بالضبط. يعني هذا الإشي بيعطيك دافع لحتى أنه تبرزي اسم الأردن وتخليه ظاهر أكتر وأكتر. كتير حلو. عم بطلع على لبسكم اليوم، كتير حلو. هو مستوحى من اللبس السلطي اليوم؟ هو مستوحى من الخلق السلطي القديمة، بس هي شوية تقريبا تقيل، يعني ما بتقدر تتحركي فيها. هلأ هو مستوحى كديزاين بشكل عام، مستوحى من الخلق السلطية. كتير حلو، كتير كتير حلو. طيب هلأ أنتوا عندكم مجموعة من الكورال وكمان عازفين وأيضا دبكة. نعم. تمام. هلأ بتلاقوا صعوبة تلاقوا ناس ينضموا للفرقة؟ هلأ كيف بدي أحكي لك، اللي عنده شغف للتراث وعنده شغف يبرز هاي الشيء الجوا، اتوقع انه يعني بيوجد في سبل كتير انه يوجد كيف ينضم لنا. يعني احنا كمان منتشرين يعني على جميع السوشيال ميديا، يوتيوب، فيسبوك، وبيقدر يتواصل معنا شخصيا مع اي حدا. هلا يعني اي حدا بيشوف العروض هاي وبكون عنده هذا الشغف وبكون عنده هذا الحب، اتوقع انه خلص بيكون عنده دافع انه يسجل معنا، بيكون معنا. هلا انتم تابعين طبعا لوزاره الثقافه؟ نعم، مسجله رسميا ومسجله بوزاره الثقافه، ووزاره الثقافه بتدعم، ولكن دائما انتم لما بتكون تسافروا بتحتاجوا اكيد لدعم كثير اكثر لما تكون تعملوا عروض برا الاردن. هلا يعني احنا فرقه، هلا الفرقه دائما بحاجه لتجدد من خلال لوحات فنيه ومن خلال توب ومن خلال يعني انت حتى على الاعضاء. هلا دعم وزاره الثقافه يعني هو دعم، بس اتوقع انه زهيد جدا. نعم. بالنسبه لمتطلبات الفرقه، هلا متطلبات الفرقه كثيره، خصوصا احنا بنواجه مشكله لما يكون عندنا مشاركه خارج الاردن. يعني انت بتعرفي لما تكون مثلا التيكت وهي الاشياء طبعاً. يعني وفرقه انتو بالضبط، للاسف انه وزاره الثقافه ما بتغطي هذا الشيء، فبيكون هو عن طريق جهد شخصي للفرقه. شفت معكم الصبية الأمورة الصغيرة عم تدبك، هاي بصف ثالث ابتدائي. عندكم من هذه الفئة العمرية؟ هلأ احنا زي ما حكيت لك احنا فرقتنا من 94. هلأ من 94 صار تجدد. نعم. يعني جيل بسلم جيل، جيل بسلم جيل. يعني بعد فترة راح تشوفيهم كلهم الصبايا خلاص، ببلش جيل بناتهم وولادهم بالضبط. يعني احنا عندنا فرقة زهرات. يعني يمكن عندنا تقريبا 10 صبايا صغار عم بتدرب. حلو، كتير حلو. طيب من وين بتجيبوا اللوحات؟ مين بيخترع اللوحات؟ مين بيحط الحركات؟ على أساس يعني بتمشوا؟ أوكي. هلأ في أشياء يعني كيف بدي أحكي لك، مع الخبرة بتصير إحنا عنا كصبايا بتصير عنا هذا بتصير عنا هاي الخبرة. يعني إحنا نألف ونعمل زي ما حكيتي، هلأ زي ما طلعنا مع الفنان توفيق الدلو كان هذا الإشي ارتجالي ما كنا متدربين عليه. يعني خلاص بصير بيناتنا إحنا الصبايا تواصل إنه إيش بنعمل. لا بس كيف فهمتوا بعض هالقد بسرعة؟ خلاص انه مش بعارف طرف العين، تدربتوا مع بعض طرف العين نفس الحركات، خلاص بصير سرعة بديهة عند الصبية.
كثير حلو طبعا. وبعدين كمان بدي اسالك قد ايه حلو الواحد هلا انت عندك حياتك بتشتغلي وكذا، يعني قد ايه حلو يكون عندك شيء انت بتحبيه وبعدين كمان بتطلعي منه وبتعملي عروض ومهرجانات، ويعني كثير انه هلا دائما يعني حلو الواحد يكسر الروتين، مش دائما كل دراسه شغل بيت دراسه شغل بيت، بالعكس هذا يعني كيف بدي احكي لك بتنمي موهبتك، يعني يمكن بيعمل عندك شوي خيال واسع. يعني انت عم تشتغلي بفن بتراث تحسين كانه بيفرغ الطاقات السلبيه وبعدين ترجع تشحن حالك بشيء ايجابي تكملي. طيب وين احلى عرض عملتيه برا الاردن؟ بصراحه كل عروضنا حلوه يعني الحمد لله، وين ما مثلنا الاردن، وين ما مثلت وين ما يعني قدمت فرقه الشابات السلط قدمت واثبتت وجودها الحمد لله. يعني ما في عرض مميز، كل عروضنا كانت مميزه نحمد الله. حلو. ايش عندكم مشاركات بالصيف؟ هلا بالصيف يعني احتمال انه نكون في لنا مشاركه في جمهوريه تركيا. اوكي تركيا ان شاء الله، وإلنا مشاركه اتوقع في مصر في مهرجان في مصر شهر 9. وبالاردن عندنا بالمهرجانات اللي عندنا لسه لازم تكونوا موجودين عن جد. شاركنا احنا اكثر فتره اكثر من مره في جرش، في جرش ومهرجان شبيب وفي الكرنفال اللي حصل بمدينه العقبه بشهر 2. كثير حلو، شكرا رزان. بدعتي شكرا. اليوم نحن محتفلين يعني كمان باحتفالنا وباهل السلط موجودين بيناتنا، نورتونا. شكرا رزان. شكراً المصري، اهلا وسهلا فيكي.